السلام عليكم، معكم الرسام محمد إتو، رسام جرافيتي، برسم على الحوائط. أنا النهاردة أول درس هبتديه في تعليم رسم إزاي على الحوائط، وإزاي هتدرب ألوانك وكل حاجة بالشروحات خطوة بخطوة. كل اللي أنا بطالبه منكم إن أنتوا تدعموني عشان أقدر أنزل فيديوهات كتير، لأن طول ما بيبقى في دعم وتفاعل مع الشخص هقدر أنزل أكتر، لما مفيش تفاعل فمش هعرف أنزل فيديوهات كتير. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا دلوقتي تعملوا لي سبسكرايب ولايكات كتير وشير للقناة عشان اقدر انزل فيديوهات كتير. دلوقتي انا هنزل لكم شرح لرسمة اينشتاين بالخطوات، تعالوا يلا نتفرج ايه اللي تم في الرسمة. هنبتدي دلوقتي بأول خطوة اللي هي طبعا التباشير، دي أهم خطوة في الخطوات دي كلها. لازم ترسم رسمتك بتفاصيلها وتهتم بالتفاصيل جدا. بعد كده هنجيب الابيض بعد ما تخلص التباشير، طبعا رسمك بالتباشير وجبت كل الديتيلز والتفاصيل اللي في الرسمه تقوم داخل بالابيض، الحاجات اللي هي محتاجه في رسمتك ابيض. بعد ما تخلص، بعد ما انا خلصت الحاجات اللي هي مطلوبه مني بالابيض، المفروض ان انا دلوقتي اعمل الوش في الرسمه الاساسيه كان درجته رمادي فاتح. الرمادي بيجي عن طريق ان انت بتضيف حبه ابيض حسب الكميه، برضو لازم تبقى مركز في الكميه اللي انت عايزها، وهتضيف عليها حبة اسود. بعد كده انا استخدمت اللون الاحمر، طبعا زي ما انتم شايفين عملت الخص ابيض، وبعد كده عملت بالرمادي، بعد كده بالاحمر عملت الهيدفون. الدرجة بقى الدرجة الرمادي الغامق دي جت ازاي؟ انت اهم حاجة انت بتركز على تفاصيل رسمتك الاساسية اللي انت بتنقل منها. درجة الرمادي فيها لو فاتحة بتحط حبة ابيض على برضو على قد، يعني لازم برضو تقدر تحدد كده بدماغك الكمية، لان الكمية لو معرف خلصت قبل ما تخلص الرسمة هتبقى صعبة شوية ان انت تجيب نفس الدرجة، فحاول تعملها بزيادة. يعني لما تيجي مثلا الرسمة دي انت حددت ان هي مثلا هتاخد منك نص كوباية ابيض، لا خليها 3/4 كوباية، انت مش خسران حاجة، وهتضيف عليها شوية اسود هتجيب لك الدرجة الرمادي الفاتح. الدرجة الرمادي الغامق جبناها ازاي؟ جبناها عن طريق ان احنا ضفنا كمية ابيض وضفنا عليهم اسود زيادة عن اللي احنا حطيناه في الدرجة الاولى، وبنقعد نقلب كويس لحد ما نشوف الدرجة اللي احنا عايزينها ايه. دي حاجات مهمة جدا عشان قوة الرسمة تبان، كل ما ظهرت تفاصيلها بدرجات الوانها وكل ما كانت الرسمة فيها درجات الوان كتير كل ما بتبقى احسن. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا دخلت على مرحلة التحديد بالاسود، التحديد بالاسود دوت هو اللي بيظهر لي التفاصيل بقى اكتر. بعد ما خلصت خلاص درجات الواني كلها الابيض والاحمر، وبعد كده دخلت في الرمادي الفاتح، وبعد كده عملنا الرمادي الغامق، دخلنا في التحديد بالاسود بنحدد بيه العيون طبعا وتفاصيل البق والمناخير، الهيدفون تفاصيله برضو اظهرناها بالاسود. كل ده مطلوب منك، ومطلوب منك الدقة فيها جدا ما دام انت عايز تحترف فن الجرافيتي او فن رسم على الحيطان. لازم تبقى تركز بدرجة عالية وما تسرحش وما تقللش من نفسك ابدا، حتى لو في مرة غلطت عادي مش مهم، اقرص على نفسك في الرسم وارسم كتير وجرب، طول ما انت بتجرب طول ما انت بتبقى احسن، وما تخافش ابدا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي ادينا اهو شغال تحديد بالاسود عشان اظهر التفاصيل اكتر واكتر. هسيبكم شويه مع الرسم برضو تشوفوا التحديد دوت بيجي ازاي والتفاصيل بتيجي ازاي. انا كده خلاص يعتبر قربت اخلص تحديد، يعني بنسبه 99% خلاص تحديد الرسمه. لو قدرت افيدك ما تنساش السبسكرايب وتفعل الجرس واللايكات والشير، وديت خلاص كده الرسمة يعتبر خلصت، وادي الفينش بتاع الرسمة. هستنى رأيكم في الكومنتات.